انا عارف ان انت كمان روحك رياضيه يعني، وانت في المغرب رحت لطارق كابتن طارق مصطفى اه نجم كابتن نادي طارق الزمالك، الحقيقه عامل شغل رائع كمدير فني مع فريق اسفي اعتقد. اسفي اه اولمبيك اسفي. هو كابتن طارق هناك في المغرب الناس مستحسنه عامل شغل اداءه كويس قوي جدا، الحقيقه، مدرب وحتى حلو انا مستغرب انه ما كملش هناك لانه عنده الكل كان مشاكل بيشيد شويه. بيه هناك، بس اكيد طبعا هم له ظروف وبقى طبعا وكده يعني. رحت زرته في هنا ده، زرته ده دي الصوره. كانت ليله هناك في المعسكر، ليله ماتش التحديد المركز الثالث والرابع هنا خد الرابع. المربع الذهبي، لا كان يعني لو كسب ياخد المربع الذهبي. اوكي فروحت قلت له انا لازم اشوفك بقى، ودي المجموعه دول قدها كابتن الفريق الاولمبيك اسفي. اولمبيك اسفي. رحت زرته، كنت ايام التحكيم في المهرجان. بالروح الرياضيه دي يعني احنا حبينا جدا يعني الفتره دي، محتاجين ان احنا نقول للناس نبعد عن التعصب ونبعد عن هو الموضوع زاد قوي يا كابتن اسلام، يعني انا بقول لك، شوف بقول لك، انا حبيت الكابتن الخطيب، انا شفته بقى وهو بياخد ايد كابتن حسن شحاته وبيجري دي اللقطه اللي المدرجات، معلمه مع ده مع معلمنا الجيل بتاعنا. مع جيلنا كله صح والاجيال اللي بعدنا اللي لحظتها. حتى كمان من انا مثلا كابتن حسن شحاته ده، يعني ده نموذج برضو من طبعا نماذج الروح الرياضيه في طبعا مصر، يعني حاجه كبيره جدا. طبعا فدايما انا شايف ان الموضوع زاد عن حده في الكام سنه الاخيره، وبقت تجاره التعصب. تجارة التعصب. في تجاره في التعصب، في ناس بتتربح من التعصب. وكتبت الكلام ده قبل كده على السوشيال ميديا، يا جماعه في متاجره بالتعصب، وده نتائجه مش هتبقى حلوه، ولما يوم ما نقع فيها هنرجع نندم، لان فعلا في ناس بتكسب من ده. ان يعني انا مثلا انا ما بحبش ان انا اي برنامج مهما بدون ذكر اسماء ان انا اجيب واحد اهلاوي وواحد زملكاوي ونقعد بقى نقصف جبهات. انت عايز توصل لي ايه هنا؟ يعني انت عايز توصل للجمهور ايه؟ انت عشان تقعد ايه يا اهلاوي يا جامد يا زملكاوي يا جامد، ونقعد بقى ايه انا اعلي على ده وده يعلي عليه، فانا اثبتت كده ان انا اهلاوي قوي. الكل في هذه اللحظة بيبحث عن الترند مثلا. عن الترند طبعا، انا اخويا الصغير انا مربيه، اللي انا مربيه اخويا الصغير اللي عايش معايا ده زملكاوي. اوكي انا ما عنديش استعداد ان انا احرق دمه ولا اعيب فيه، وابقى زعلان لما بيكون حزين على انه مثلا ماتش خسران او ما خدوش بطوله او يعني كل ده. انت مع اخويا يعني، اتعامل بقى مع كل الناس على هم اخواتك، ان اه ليك ان هم زي افرح اخواتك، بفريقك يعني، اتبسط افرح بفريقك. بفريقك، مش شرط ان انا اقعد ألسن على غيري يعني. دي بقى دي الفكره بس يعني. هقول لك حاجه، عارف الحاجات اللطيفه دي يعني بتحصل، لكن ان هي تصل الى لا ما توصلش للاذيه لا وللشتايم، طبعا طبعا، ان انا بس خلي نغز بالك بعض احنا ده عادي، ده العادي العادي الطبيعي طول عمرنا الهزار اهلي طول عمرنا وزمالك. كده، لكن انا بقول لك انه خلي بالك الكوره زمان او التعصب زمان ما كانش كده. لا لا اي الجيل بتاع حضرتك والجيل بتاعي والجيل يعني يمكن ده ظهر مع ظهور بعض الاسماء بعينها لا ده في وبيختفي لما الاسماء دي بتختفي. خلي بال حضرتك ده كلام واضح ومهم يعني، الكلام ده احنا ما بنعيبش في حد، لا احنا لا بنقول الحقيقه الواضحه للناس كلها. لا فجأة بقى عادي انك تشتم، بقت عادي. اولا يعني مثلا في المدرجات يقول لك اصل جمهور الفريق الفلاني او جمهور الفريق الفلاني. لا اللي بيشتم ده بيمثل نفسه، ده حاجه خاصه بتربيته، بتوصل، احنا كلنا مصريين عموما يعني. صحيح اللي بيشتم ده حاجه خاصه بتربيته، اللي بيقل ادبه ده حاجه خاصه بيه هو. هو ايه الادب؟ ما ينفعش ان انت تعممها. تعممها، لازم يبقى في قانون بقى، هو في قانون بس في يقدر قانون. يطبق. ما تكلمنيش بقى في الناس يا جماعه وفلان ضغط عشان الجمهور الفلاني يخرج والجمهور، لا يا حبيب قلبي، اللي احنا في غلط بلد، يتحاسب. احنا في بلد في حاجه بنحترم بعض وفي حقوق لكل واحد. صحيح انا مش ما ينفعش حد يشتمني، واللي يشتم ده يتعاقب، حاجه واحد زائد واحد يساوي اتنين. مش قضيه على فكره، الجمهور لازم يرجع للملاعب. هتقول اصل فلان، لا اتنفذ القانون، الجماهير لازم ترجع بال 100 مليون وبال 120 مليون تاني عشان الكوره يبقى لها طعم وعشان لعيبتنا يلعبوا كوره. ده في لعيبه اللي بيدفع فيهم فلوس يعني اتفاجئوا ان في حاجه اسمها جمهور، صح، احنا قعدوا سنين طويله ما فيش اتفاجئوا جمهور. ان في صح جمهور، ان في ايه ده هو مش المفروض نلعب في الصاله بتاعت الشقه يعني؟ فجاه بقى في جمهور. طب لما بتيجي تلعب بره مصر، انت عندك بتروح تقابل كل بلد بتشحن جمهورها
في ملعبها. طبعا خصوصا لما تيجي تلعب الاهلي مثلا، تيجي تلعب الاهلي اه بيبقى فرح يعني، صح. بيبقى حفله، صح، هنلاعب الاهلي. طب انت بقى عندك، انت كده بتقصقص ريش لعيبتك، ما بتعودهمش على الضغط. اللاعب من غير زي ما بيمثل المسرح، بيطلع على المسرح كده هو بيمثل خمسه سته قاعدين غير المسرح كله مليان، ده ما ينفعش يمثل، المفروض يقفل الستار ويروح.